مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم كيكه كتير كتير سهل وسريع وناجح 100% بهيدا الشكل. بالميكروويف بدقيقتين، شايفين كيف كتير كتير بعجيني ناجحة وطيبة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شي عنا ملعقة طعام مليانة طحين، ملعقتين طعام نوتيلا، وبيضتين. بدنا نخفق البيض اول شي. بخفقهم منيح مع بعض. بس خفقتهم بهذا الشكل، هلا بحطهم فوق النوتيلا. طريقة جدا جدا سهلة وما بتاخد وقت بالتحضير. بخفقهم مع النوتيلا. بس خفقتهم وصاروا بهيدا الشكل، اخذوا اللون البني. هلا بحط فوقهم طحين، كمان بخلطهم منيح. بس خلطتهم منيح وتجانسوا بهيدا الشكل مع بعض، هلا بحطهم دقيقتين بالميكروويف. هلا بفتلها عدقيقتين، بس يرن الميكروويف منوقف. هذا الكيك اللي عملته أنا وياكم بعجيني كتير ناجحة 100% وبهيدا الشكل. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.